بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الاعزاء. عجانة 7 لتر من ماركة سيلفر كوك الألمانية، هذا اللوجو مال الشركة، سعرها 130,000 فقط. اجت بثلاث اذرع، هاي مثل ما تشوفون ثلاث اذرع هنا للعجين الخفيف وللعجين القوي، وايضا الخفاقة للكريمة وللكيكة. طبعا 7 لتر اي ما يقارب 3.5 كيلو. القدرية مالته قابلة للإزالة، ستلس ستيل، قابلة للغسل ايضا. طبعا الحلو بهذه العجانة اجى بيها هوكين، يعني ذراعين، مثل العجانة الكبيرة اللي هي 10 لتر اللي شرحنا عليها بالسابق. راح نشغل لكم اياها ونشوفكم طريقة عملها. طبعا مركبين الخفاقة احنا هسه حاليا. طبعا هنا أنا ما راح تشتغل عندي، هسه انا مرابط على الكهرباء بدي اشتغل عندي، هذا الجلوب ما تشتغل عندي الا فقط ابقى ضاغط عليها، راح يشتغل عندي الجلوب الاحمر، يعني هسه بدت اقدر اشغلها. ايضا تحتوي على 8 سرع، 8 سرع بيها. اقدر اركب الذراعين اللي هما ذراعين، اقدر استخدمهم ذراعين اقدر استخدمهم في نفس الوقت، هذا وهذا ايضا، بعكس الذراع الثالث. الذراع الثالث ما اقدر استخدمه اي واحد من الذراع، يستخدم لوحده فقط. هاي الصورة ايضا لازم ابقى ضاغط، اشتغلت عندي. شغل هذا الشيء ومرتب، ايضا رفع وفر، راح ينزع عندي ذراع بهاي الصورة، وايضا اقدر استخدم هذا ذراع للعجين القوي طبعا، او حسب انت نوع العجينة اللي مستخدمها. سعرها 130,000، ماركة سيلفر كوك، تتوفر فقط باللون الرصاصي هذا مثل ما جاي يشوفون. عنوانها بغداد، شارع فلسطين، تقاطع النخلة، باتجاه النادي التركماني ومجاور لعمارة الساجي. أهلا وسهلا بكم.